ماء الأرز من الطرق الفعالة الطبيعية اللي منتشرة جدا لإطالة الشعر وتقوية الشعر. بداية شهرة ماء الرز اللي بيتميزوا بالشعر الطويل جدا، وبيقولوا ان هما بيعتمدوا على مية الرز عشان يوصلوا لطول الشعر ده. في الفيديو هنتكلم بالتفصيل عن الطريقة الصح لتحضير ماء الرز عشان نستفيد منها وازاي نطبقها صح عشان نوصل لنتيجة كويسة. في البداية هنضيف نص كوباية رز مغسول كويس جدا على كوبايتين مية، وهنحطهم في برطمان نضيف ونغطيه. بعد كده هندخل البرطمان التلاجة ونسيبها تتخمر 12 ساعة. مش بنسيبها تتخمر برة التلاجة علشان في الحر ده مية الرز هتبوظ تماما. انا بضيف عليها زيوت عطرية عشان تحسن الريحة بتاعتها، وكمان الزيوت دي بيبقى لها فوائد في تنشيط الدورة الدموية للشعر. ممكن نضيف اي زيت زي زيت الروزميري او زيت النعناع او زيت اللافندر، اي زيت متاح بالنسبة لنا. بنضيف منه مثلا حوالي 12 نقطة او 15 نقطة. لما نطلعها من التلاجة احنا بنعامل مية الرز معاملة الماسك. بمعنى ايه؟ ان احنا بنحطها على فروة راسنا وعلى شعرنا ونسيبها لمدة 20 دقيقة بس، وبعد كده بنغسلها بشامبو عادي جدا وناخد خطوات الشاور العادي بتاعنا. خمرها لازم يكون الرز مع المية، لان الفكرة كلها ان فوائد الرز كلها هتطلع على المية، والمية دي بعد كده بقى انا بصفيها وبستخدمها على شعري وفروة راسي. الرز غير مناسبة للناس اللي البروتين بتاع شعرها عالي، يعني لو انت مثلا شعرك مش بيحب جوز الهند، مش بيحب زبدة الشيا، مش بيحب المنتجات اللي مكتوب عليها بالكيراتين او بالبروتين، يبقى هي غالبا مش هتكون مناسبة ليكي عشان هي فيها نسبة عالية من البروتين. طبقها قد ايه؟ بنطبقها من مرة لمرتين في الشهر. مية الرز فيها مادة فعالة اسمها الانستول، هي دي المادة اللي بتخلي الشعر يبقى قوي ويبقى لامع وصحي بعد استخدامنا لمية الرز. هتلاحظوا فرق كبير في تقوية الشعر وفي ملمسه وفي نعومته، كمان بتساعد جدا على اطالة الشعر. جربوها بالطريقة دي وإن شاء الله تعجبكم.